عموما اتخذ القرار وبننتظر الاسم الجديد اللي هيتعين مكان الكابتن شاو غريب، واتمنى يا رب يكون وجه جديد في الفتره اللي جايه. كوره بلس راح بقى للاسم المطروح والوجه الجديد في الفتره اللي جايه. حساب كوره بلس نشر تصريحات للكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه، واللي عمل امبارح مباراه كبيره جدا امام نادي الزمالك وفاز بهدفين مقابل لا شيء، وقال فيها شرف كبير ان اي حد يدرب المنتخب الاولمبي، ولكن مفيش اي حاجه رسمي، ولن اقدر او مش هقدر احسم قراري الا لو تم العرض المنصب علي. انا اتمنى باذن الله ان يكون في فكر جديد باختيار شخصيه جديده ووجه جديد في الفتره اللي جايه لقياده المنتخبات. وفي اسماء لمعت في الفتره الاخيره في الدوري المصري، من ضمنهم بالتاكيد الكابتن احمد سامي. مبارياته مع الزمالك، مع الاهلي، مع كل فرق الدوري، بصراحه مدرب قدير، عنده فكر وراجل بيخطط كويس وبيختار لعيبه بشكل كويس، ولما بتاخد من عنده لعيب بعد ما انتهت اعارته بيقدر يختار البديل. فبالتالي السن الصغير ده سواء المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب محتاج المدربين اللي عندهم الخبرات دي، وفي نفس الوقت مدرب سنه قريب من يعني الولاد الصغيره او اللعيبه الصغيره، يقدر يختار ويفكر ويشوف كمان تفكيرهم بيبقى ماشي ازاي. فده رؤيه ووجه جديد ممكن ان شاء الله نستعين بيه في المنتخب الاولمبي. في مدربين زي ما اقول لكم يعني تالقوا بشكل رائع في الفتره الاخيره في الدوري المصري، اتمنى الفتره الجايه يتم الاستعانه بيهم في منتخب الاولمبي والشباب والناشئين، عشان يكون عندنا كوادر مختلفه في الفتره القادمه. وفي نفس الوقت كل التقدير لكل اللي عمل في الفتره السابقه، وعلى راسهم بالتاكيد الكابتن شاو غريب والكابتن حسن شحاته وكل الناس اللي خدت مرحله مميزه جدا مع المنتخبات وعملت اداء وبطولات بشكل رائع جدا مع المنتخب الاولمبي. طيب ده الترند المحلي، لكن الترند العالمي، وبما اننا بنتكلم على